بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أحبتنا في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، ها نحن نجدد اللقاء معكم في يومنا هذا يوم السبت الساعة 9 وحلقة جديدة مباشرة من البرنامج المسابقاتي 1 من 3. حياكم الله وبياكم إخواني أعزائي في كل مكان، مشاهدين الأحبة والأفاضل، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، وهذه الحلقة كما قلنا لكم من برنامج 1 من 3. هذا البرنامج المسابقات الذي نأخذكم فيه إلى رحاب معلومات متعددة مختلفة، كلها تصب في رحاب طاعة الله ورضاه بإذنه تبارك وتعالى. القرآن، الأخلاق الإسلامية، العقائد، الأداب والسنن، السيرة، التاريخ، وموضوعات مختلفة، أسئلة هي إن شاء الله في متناول معرفتكم بإذنه تبارك وتعالى. نخوض معكم المسابقة في رحاب 14 رقم. 14 رقم ليش؟ تيمنا بالمعصومين ال14 روحي لهم الفداء من النبي الأكرم محمد إلى صاحب الزمان. جميل، ما إن نذكرهم القلب يهفو إليهم إلى التحية والسلام عليهم. سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا أمير المؤمنين، سلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام، سلام على الحسن والحسين وعلى الأئمة الطاهرين من ولد الحسين السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وسلام عليك سيدي يا صاحب الزمان، يا شريك القرآن، يا إمام الإنس والجان، ورحمة الله وبركاته. ماذا نقول؟ 14 رقم كما يعني شاهدتم قبل قليل على الشاشة. المشاهد الكريم الموفق المسدد، كلكم أعزاء، كلكم موفقون ومسددون. يختار المشاهد رقم، الرقم يدخل إلى ماذا؟ إلى سؤال. السؤال فيه 3 اختيارات، 1 من 3 اختيارات هي إجابة صحيحة. إذا ما كانت إجابتك صحيحة سيكون هناك ماذا؟ سيكون هناك اللون الأخضر، واللون الأخضر جميل، ومعها الصلوات المباركات على محمد وآله، نهديها إلى صاحب الجواب الصحيح، ويدخل معنا المشاهد أو المشاهدة معنا قرعة الحلقة. تنويه جدا 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 مهم. ماذا؟ ما هو التنويه يا سيد علاء؟ التنويه أنه لديك دقيقة كاملة، فكر خلال هذه الدقيقة، ما إن أكمل يعني طرح السؤال على جنابكم يبدأ التوقيت، عندك دقيقة كاملة. هذه الدقيقة خلالها تقدر تفكر، ممكن أهلك، ناسك، أحبائك اللي موجودين معك يشاهدون الحلقة ممكن يفكرون معك. إذا كنت متأكد من الإجابة أنطيني الإجابة من البداية، لكن إذا ما متأكد لا تنطي أي إجابة، أي إجابة تعتبر نهائية، وإذا كانت نهائية، إذا كانت صحيحة فهي صحيحة، وإذا كانت خطأ يأتي اللون الأحمر، وما نريد اللون الأحمر أبدا 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 إخواني أعزائي مشاهدينا. نتمنى لكم التوفيق والتزيد بإذنه تبارك وتعالى، وأنه هذه الحلقة تكون حلقة متميزة بمشاركاتكم، وكل حلقاتنا هي متميزة حقيقة، لكن نتمنى أن تكون كل المشاركات التي تأتي في حلقة هذا اليوم ماذا إخواني، تكون كلها مشاركات دقيقة وإجابات صحيحة بإذنه تبارك وتعالى. دعونا نعطر الأفواه بالصلاة على محمد وآل محمد وندخل معكم المسابقة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هواتفنا مهيئة وكل أحبائنا هم مهيئون مستعدون للمشاركة من أول ما بدأنا. أول مشاركة ويانا ميثم. سلام عليكم ورحمة الله يا ميثم. السلام عليكم. حياك، عليك السلام والرحمة والإكرام. شلونك ميثم؟
الله يوفقك. سلمك الله. شلون الصحة الأحوال؟ الحمد لله والشكر. ميثم من وين تتصل علينا حبيبي؟ من كربلاء. أهلا ميثم. أهلاً. ميثم أول مرة أشوف التلفزيون يعني البرنامج صح؟ أول مرة. أول مرة إيه، أحس قلبي يقول لي أول مرة، لأن اسمك أول مرة هم أسمعه في البرنامج، وسعداء جدا جدا بأن تكون معنا في أول اتصال ومع أول مرة تشاهد البرنامج. ميثم، أنا يعني انطيت فكرة عام مع البرنامج، افتهمت الأجواء البرنامج، لو أعطيها مرة ثانية لك. ما أسمعك. أجواء البرنامج، عرفت شنو أجواء البرنامج؟ لو أنطيك تخبط سالم وغانم، 14 سؤال على عدد المعصومين ل 14، شاهد الشاشة أمامك، أريد دائما تتابعني من سماعة الهاتف، فقط تختار لي رقم من هذه الأرقام ال 14، راح ندخل إلى السؤال، السؤال فيه ثلاثة اختيارات، واحدة من ثلاثة اختيارات هي تعتبر إجابة صحيحة، ما أريدك تستعجل، عندك دقيقة كاملة، تقدر تفكر يعني، وإذا ما كنت متأكدا أجبني، لأن أي إجابة تعتبر نهائية، ما أريدك تستعجل. ان شاء الله. يلا ميثم اختار لي رقم من واحد. رقم اثنين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. رقم اثنين يا ميثم بأول مشاركة معنا، يقول لك رقم اثنين، ما هو الذكر الخفي المذكور في الروايات الشريفة؟ سامع بي الذكر الخفي؟ الو ميثم تسمعني زين؟ ميثم على كل حال أريدك سماعة الهاتف، التلفزيون تبتعد نهائيا عنه. ميثم اتفقنا؟ مطيع عن التلفزيون بعيد عنه. جيد جيد. ما هو الذكر الخفي المذكور في الروايات الشريفة؟ هل أولا سبحان الله، ثانيا لا إله إلا الله، أم الله أكبر؟ نزل التوقيت يا ميثم، ركز على كيفك، ركز ثم ركز وركز، و خلال الدقيقة تعطينا إجابة بإذنه تبارك وتعالى. لا تستعجل، ما نريد استعجال، نريد تركيز وإعطاء إجابة إن شاء الله. ما هو الذكر الخفي المذكور في الروايات الشريفة؟ هل سبحان الله، أم لا إله إلا الله، أم الله أكبر؟ على راحتك، بعد هواي عندك 30 ثانية. لا إله إلا الله. يعني أنت قاعد تسألني ميثم؟ لا إله إلا الله. يعني أنت انطيت إجابة، إن كانت صح إن كانت خطأ هي تعتبر نهائية ميثم، تمام؟ تمام؟ ألو؟ إلك إجابة موفقة وصحيحة يا ميثم، والصلوات الهدية لك تبعث ولكل مشاهدين الكرام. إجابة موفقة ميثم. أعطيني اسم ثلاثي لو سمحت ميثم. الحمد لله. ميثم أعطيني اسم ثلاثي. ميثم شنو؟ ألو ميثم أنطيني اسم ثلاثي لو سمحت. ميثم ميثم ويانا بعده زملائي بلي. جيد ميثم محمد محسن إخواني من الكنترول، ميثم محمد محسن من كربلاء، تمام. ميثم تابعنا لو سمحت إلى نهاية الحلقة، أنت أول مشاركة ويانا وإجابتك دقيقة صحيحة، دخلت ويانا قرعة حلقة هذا اليوم بأول مشاركة معنا. اللهم صل على محمد وآله الأطياب الأطهار الميامين. زين سيدنا، نريد نأخذ إجابة وافية لمعنى الذكر الخفي، هذه قبل هاي، بعيوني أكون في خدمتكم بإذنه تبارك وتعالى. ما هو الذكر الخفي المذكور في الروايات الشريفة؟ ميثم كانت إجابته موفقة صحيحة، لا إله إلا الله. الذكر الخفي هو ذكر الله في السر والخفاء من غير ظهور وجهر، وهو الذكر الخامل حسب تعبير بعض الروايات الشريفة. وقيل أن الذكر الخفي هو الذكر القلبي، أو ذكر الله في الفكر، أو تحميله أو تمجيده أو وتسبيحه فكريا، ويقابله الذكر اللساني واللفظي الذي ينطق به الإنسان الذاكر. جيد. قال بعض العلماء أن كلمة التوحيد هو من الذكر الخفي، حيث أن قول ماذا؟ لا إله إلا الله. هسه من نذكر لا إله إلا الله تبين عندي يعني الشفة جوا، لا إله إلا الله. زين نكمل المعلومة.
أن قول لا إله إلا الله لا يتطرق إليه الرياء، هاي واحد، وهو ذكر خالص لأن الذاكر يتمكن أن يذكر الله بهذا النوع من الذكر دون أن يحرك شفتيه، فلا يشعر بكونه ذاكرا حتى من يراه أو يجالسه. اليوم يقعد قبال واحد من المؤمنين وهو يذكر في التسبيح لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما يبين أنه كأنما هو ده يتكلم أبدا، فهو فيه يعتبر الذاكر يتمكن أن يذكر الله بهذا النوع من الذكر دون أن يحرك شفتيه، فلا يشعر بكونه ذاكرا حتى من يراه أو يجالسه. أيضا الذكر الخفي هو من أفضل أنواع الذكر، فقد روي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أنه قال خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. جيد. وأيضا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول خير العباد أخفاها وخير الذكر الخفي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله في وصاياه لأبي ذر الغفاري أنه قال يا أبا ذر اذكر الله ذكرا خاملا. قلت يا رسول الله وما الذكر الخامل؟ قال الذكر الخفي. أتمنى أن تكون إجابة وافية كافية لمشاهدينا. ميثم شكرا لك بأول مشاركة، كانت للسؤال الثاني وهي كافية ووافية، حياك وبياك. ميثم ننتقل إلى مشاركة أخرى بإذنه تبارك وتعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. اتصلنا من ذي قار، من ويانا؟ عادل جاسم من قصار. عادل؟ عادل جاسم. أهلا أستاذ عادل، شلون الصحة؟ شلون الأحوال؟ الله يسلمك حياك الله. إن شاء الله بعافية وبخير. لا تمام الحمد لله. عادل أول مرة يمكن نشوف البرنامج؟ نعم لا تابعت الانديق. متابعنا بس أول اتصال. نعم نعم. حياك يا عادل. عادل خلال مشاهداتك للبرنامج شلون نشوف أجواء البرنامج؟ خفيف ظل عليكم على مسامعكم على قلبكم على مشاهدتكم. الأسئلة هل هي صعبة سهلة متوسطة؟ سهلة إن شاء الله. سهلة. سالم وغانم أنت إن شاء الله مثقف وبالتالي ستجيب على كل سؤال نطرحه عليك بإذنه تعالى. خلينا نختار رقم من 1 إلى 14 غير رقم 2، ليش؟ لأن تم الإجابة عليه. يلا يا عادل رقم 5. رقم 5 يلا نروح إلى رقم 5 إخواني ونتعرف على رقم 5 في جوابته من سؤال. يا الله رقم 5 يلا. جيد. السؤال يقول لك عزيزنا عادل شنو المناسبة القريبة اللي راح تكون قريبا في أيامنا القادمة؟ شنو المناسبة راح تصير مناسبة نعيشها في رحاب أئمتنا عليهم السلام؟ في بالك عادل قبل ما أطرح السؤال شنو المناسبة راح تكون في الأيام القليلة القادمة؟ ها عادل تسمعني؟ عادل يلا عيف أحطيك السؤال أكون في خدمتك. كم كان عمر الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام حينما استشهد؟ المناسبة اللي راح تكون بجوارنا قريبا في آخر شهر ذي القعدة هي مناسبة استشهاد الإمام الجواد عليه السلام. كم كان عمر الإمام محمد بن علي الجواد عليهما السلام حينما استشهد؟ كان عمره 25 سنة أم 27 سنة أم 29 سنة؟ بدأ التوقيت. عادل ابتعد لي عن التلفزيون تماما واسمعني من سماعة الهاتف يا حبيبي. كم كان عمر الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام حينما استشهد؟ 25 سنة 27 سنة 29 سنة. عندك 40 ثانية مرتاح تركز وتفكر وتعطيني إجابة. كم كان عمر الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام حينما استشهد؟ كان عمره 25 أم كان عمره 27 أم 29؟ 25. نعم. إجابة في آخر 10 ثواني وهي إجابة صحيحة. موفق.
أحسنت وأجدت المشاركة الثانية أيضا صحيحة. عادل جاسم شنو؟ عادل جاسم محمد. عادل جاسم اسم عادل. الجد؟ عادل جاسم محمد من ذي قار. نعم. شكرا شكرا عادل لمشاركتك معنا، وأتمنى أيضا من جنابكم أنه شاركونا وتشاهدونا إلى نهاية الحلقة حتى نتعرف على اسم الفائز في حلقة هذا اليوم. أول مشاركتين مشاركات دقيقة وموفقة. أحسنت وأجدت عادل، وأحسن الله أيضا لميثم بمشاركته معنا في حلقة هذا اليوم. إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، اللي تذكر الروايات الشريفة أنه أيام الاستشهادة هي آخر شهر ذي القعدة، وإحنا في شهر ذي القعدة من عام 1445 للهجرة، أليس كذلك؟ شكد كان عمر الإمام عندما استشهد؟ روحي فداه، هو أقل الأئمة عمرا في رحاب رحيله إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، 25 سنة. جيد، الإمام الجواد محمد بن علي عليهما السلام ولد في المدينة في العاشر من شهر رجب عام 195 هجرية، الموافق للثامن من نيسان عام 811 ميلادية. عمره الشريف كان حين استشهاده هو 25 سنة، مدة إمامته 17 سنة. تاريخ استشهاده هو 29 من ذي القعدة عام 220 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من تشرين الثاني عام 835 ميلادية. سبب وفاته، استرشد روحي له الفداء بالسم على يد زوجته أم الفضل بتحريض من الحاكم العباسي المعتصم. دفن روحي فداه في مقابر قريش حاليا مدينة الكاظمية بجوار الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه آلاف التحية والسلام. إجابة مختصرة لكنها دقيقة إن شاء الله بالمشاركة. عادل أيضا شاركنا بسؤال خامس. سؤال خامس مشاهدينا، من اختار؟ إذا رقم 2 ورقم 5 من اختار هذه الأرقام، ونختار غير هذه الأرقام من 1 إلى 14. حياكم وبياكم، نأخذ اتصال جديد. السلام عليكم ورحمة الله. منو؟ جيد، للمعلومة مشاهد على عيني، منو أنا عفوا؟ جبار من الديوانية، مرحبا بك يا جبار. الله يسلمك، حياك الله. سلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا ومرحبا يا جبار، حياك. اليوم التنويع على طيفة، بدأت كربلة ثم إلى ذي قار ثم إلى الديوانية. حياكم وبياكم ومرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان إن شاء الله. تحية وكدوم حياك الشعب العراقي إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. حيا الله جبار. جبار، يا رقم ويا رقم تم الإجابة إذا كنت متابع من أول حلقة. والله أول حلقة عم نتابعكم. أول مرة ما شاء الله، كل مشاهدين اليوم يتابعونا هم يعني يشاركونا لأول مرة، وإحنا فرحانين بمشاركتك جبار، وفرحانين بكل مشاهدين الكرام في كل مكان. جبار، أجواء البرنامج يعني أول مرة شاهد لو قبل مشاهد حلقات لو أول مرة؟ أول مرة أشاهد. جيد جيد جبار، البرنامج ب 14 سؤال، 14 رقم. نعم. على عدد المعصومين ال 14 من النبي الأكرم محمد إلى صاحب الزمان أرواحنا فداه. إذا شاهد أمامك بالشاشة، عندك شاشة أمامك؟ نعم. جيد، الأرقام اللي هن باللون الرصاصي تم الإجابة عليهم، من اختارهم؟ الأرقام اللي هن باللون الأصفر نختارهم. إذا أحببت اختار رقم من هذه الأرقام حتى تدخل إلى سؤال. السؤال فيه ثلاثة اختيارات، وبالتالي اختيار واحد من هذه الاختيارات الثلاثة يكون إجابة صحيحة، وأتمنى أن تكون إجابتك صحيحة. عندك دقيقة كاملة، ممكن تركز 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 ومن ثم تجيب، لكن لا تجيب، لا تجاوبني بسرعة، لأن أي إجابة تعتبر نهائية. تمام جبار؟ نعم تمام. يلا هسه عندنا رقم 2 ورقم 5 من اصل 14 رقم تم الاجابه عليهم، اختار لي غير هذه الارقام. اختار رقم 3. 3 يلا.
أروح إلى رقم 3 ونكون في خدمة عزيزنا مشاهدنا جبار وكل المشاهدين والمتابعين معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج 1 من 3. وبالمناسبة رقم هذه الحلقة بالتحديد رقم 64. نتواصل إلى ما شاء الله بإذنه تبارك وتعالى في رحاب المعلومات اللي نكتسبها بإذنه تعالى في رحاب الثقلين القرآن والعترة الطاهرة. سؤالنا رقم 4 يقول لك جبار: ماذا قالت امرأة فرعون له عندما أتوا بموسى وهو طفل رضيع؟ ماذا قالت؟ رقم 4 صح اللي اختارنا؟ نعم رقم 4. إيه ماذا قالت امرأة رقم 3. أنا مقصر، أنا آسف جدا. لا ولا يهمك. آسف جدا جدا جدا، ما سمعت، عندي يصير تقطيع بالصوت، ماذا أسمع بتركيز. على كل حال رقم 3 أجدد اعتذاري والعذر عند كرام الناس مقبول. ولا يهمك. رقم 3 يقول لك: واحدة من أقدم مدن الشام والمدينة الثانية في الأهمية بعد بيت المقدس للمسيحية، أرسل الله تبارك وتعالى إليها 3 أنبياء، فما اسم هذه المدينة؟ هل كانت هذه المدينة حلب أم طرابلس أم أنطاكيا؟ راح ينزل التوقيت، لا نستعجل بالإجابة جبار، ركز على راحتك وانطيني إجابة. ممكن إعادة؟ ممكن جدا. السؤال: واحدة من أقدم مدن الشام والمدينة الثانية في الأهمية بعد بيت المقدس للمسيحية، أرسل الله إليها 3 أنبياء، فما اسم هذه المدينة؟ هل هي حلب أم طرابلس أم أنطاكيا؟ عندك وقت 35 ثانية على راحتك، شاركنا إن شاء الله. إذا كانت الإجابة، يعني قصدي أنت متأكد من الإجابة، جاوبنا إن شاء الله على راحتك. لا تستعجل. أعتقد بعدك وقت على راحتك، ركز عندك وقت. واحدة من أقدم مدن الشام. مدن الشام حلب طرابلس أنطاكيا. يلا اعطيني إجابة بعد 3 ثواني، اعطيني إجابة. حلب. خلص التوقيت، واعتذر هواي يا عزيزنا جبار، إجابة غير دقيقة. جبار اعطيني رقم من 1 إلى 14 لو سمحت. نعم اعطيني رقم من 1 إلى 14. من 1 إلى 14 14. لك هدية من إمامك، من إمامك الرضا. زائر الإمام الرضا جبار؟ جبار ما زلت معنا؟ على كل حال الهدية لك من إمامك الرضا يا جبار. يبدو أن انقطع، أن الاتصال انقطع. قال الإمام الرضا عليه السلام: لا يكون الرجل عابدا حتى يكون حليما. أسأل الله لنا ولكم الخير الكثير بحق إمامنا الضامن علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية وآلاف السلام. جيد جبار، ما نريدك الضوج، بالتالي أكو وقت آخر في حلقة أخرى إذا رب العزة أعطانا الحياة، نتواصل معكم في كل يوم سبت في تمام الساعة 9 مساء. تقدر تشارك، كانت أول مشاركة، أول مرة تتابع البرنامج وأول مشاركة، إن شاء الله تتابعنا بإذنه تعالى في حلقتنا المقبلة وتشارك معنا بإذنه تعالى وتكون إجابتك صحيحة دقيقة بإذنه تعالى وتدخل معنا قرعة الأسبوع. دعونا نأخذ هذا الفاصل ونكون بخدمتكم ولنا عودة، ابقوا معنا. برنامج 1 من 3، برنامج مسابقاتي، فيه 14 رقم. المشاهد الكريم الذي يتصل راح يختار رقم من هذه الأرقام من 1 إلى 14. يقول السؤال: في اللغة هو وقت استواء الشمس في كبد السماء، فما هو؟ نعم. الضحى، نعم. الزوال، الغروب. إذا كنتم متأكدين جاوبوني، إذا ما عندكم دقيقة كاملة
بإمكان. الجواب الثاني الزواج. الإجابة صحيحة وموفقة إن شاء الله. حياكم الله وبياكم إخواني أعزائي مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، نتواصل معكم في برنامج واحد من ثلاثة. ثلاثة اتصالات لحد هذا التوقيت، الأول كان من كربلاء، الثاني من ذي قار، والثالث من الديوانية. سؤالين تم الإجابة عليهم، رقم 2 ورقم 5. رح نتواصل معكم في رحاب المشاركة، أرقام المشاركة اللي هي موجودة على الشاشة في خدمتكم، ونسعد كثيرا كثيرا بكل المشاركات. وأنا أقول بكراميكم أنتم تشاهدون، حتى أحبائنا الذين هم التحقوا بنا توا وشاهدوا هذه الحلقة لأول مرة. إن شاء الله الأسئلة اللي نطرحها على مسامعكم هي أسئلة إن شاء الله في متناول معرفتكم وليست بصعبة، لكن تحتاج إلى تركيز ومن ثم إجابة إن شاء الله بإذنه تعالى، وكلكم تدخلون معنا قرعة الحلقة بإذنه تعالى. خلينا نأخذ اتصال. السلام عليكم كريم. السلام عليكم ورحمة الله. من النجف الأشرف أستاذ كريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة أستاذ كريم؟ الحمد لله وشكرا. إن شاء الله بعافية، إن شاء الله بخير. هنيئا لك جوارك لحبيبك وحبيبنا أمير المؤمنين سلام الله عليه. الله يبارك موفق إن شاء الله. السلام عليك يا أبا الحسن يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا كريم. كريم متابع الحلقة من بدايتها؟ لا قبل شوية تابعت. ألو؟ نعم أسمعك. قبل زملائي الصوت؟ نعم أسمعك. أسمعك حبيبي. نعم تفضل. سعد كريم. حياك، رجع الصوت مرة ثانية عندي. نعم. نختار نعم. رقم، نختار رقم إذا كنت متهيئ. رقم 14. رقم 14. يلا. رقم 14. نعم. نروح إلى رقم 14. نعم. رقم 14 يقول عزيزنا سعد كريم. يلا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى. رقم 14 يقول لك أستاذ كريم، ما هو اللقب الذي أطلقه القرآن الكريم على نبي الله يونس عليه السلام؟ هل اللقب هو الصابر أم ذنون أم ذا القرنين؟ نزل التوقيت، لا نستعجل كريم، على راحتك. ما هو اللقب الذي أطلقه القرآن الكريم على نبي الله يونس عليه السلام، على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام؟ هل اللقب هو الصابر أم ذنون أم ذا القرنين؟ عندك 39 إلى 35 ثانية، ركز على راحتك وانطيني إجابة يا كريم. ذنون. ذنون يعني يونس مو نفسه هو ذا القرنين؟ نعم ذا القرنين. لا ذا القرنين. انت انطقت اجابة انا غلطك، بس هي الاجابة تعتبر نهائية. اجابة لا انا الاجابة دائما الاولى هي تعتبر نهائية، بس انا حبيت الاطفك لا تغير على غير 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 إجابة. إجابتك كانت دقيقة وصحيحة وموفق مسدد أستاذ كريم، وانطيني اسم ثلاثي لو سمحت. كريم عبيس كاظم. كريم عبيس كاظم. نعم كاظم. من النجف الأشرف. نعم. شكرا أستاذ كريم، سعداء باتصالك ومشاركتك معنا، ولا تنسانا من دعواتك الطيبة، إن شاء الله ترزق زيارة أمير المؤمنين قريبا وتذكرنا معك بزيارة مع كل مشاهدين الكرام بإذنه تبارك وتعالى. أيضا دخل كريم معنا قرعة حلقة هذا اليوم. يا رقم كان رقم 14 أيضا تم الإجابة عليه. بالمناسبة احنا متفقين انه اول اجابة هي تعتبر نهائية،
هسه مرات نتمازح مع مشاهدين الكرام، اقول له هذا السؤال له هذا السؤال، بس هو تعتبر اجابته نهائيه. كريم كانت اول مشاركه له، واول اجابه قال ذا النون، مازحت وياه قال ذا القرنين. ان شاء الله اجابتك الاولى كانت هي الصحيحه وهي الدقيقه، وسامحنا على المزحة، والعذر عند كرام الناس مقبول. كل التوفيق كل التزيد لك يا كريم. خلينا ناخذ إجابة لسؤالنا اللي طرحناه على مسامعكم رقم 14. ذا النون تعبير قرآني، وقد عده مفسر الشيعة وأهل السنة لقبا للنبي يونس على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام. هذا التعبير مشاهدينا الكرام ورد مرة واحدة في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآية وين سامعيها هواي إحنا ها؟ وقاريها هواي. أنا متأكد أن مشاهدين الكرام الأخوة والأخوات الكرام هم متواصلون في رحاب صلاة بين المغرب والعشاء، وهي صلاة الغفيلة، يقرؤون فيها هذه الآية بالتحديد، وذا النون إذ ذهب مغاضبا. هذه الصلاة المباركة اللي هي ركعتين، مو ركعتين مثل صلاة الصبح. في الرواية هناك بشرى جميلة، إنها تورث دار السلام. دار السلام يعني الجنة إخواني أعزائي. هنيئا لمن تواصل وصلى هذه الصلاة، صلاة الغفيلة، في كل يوم بين المغرب والعشاء. على كل حال، ولزيادة وذكر المفسرون أن المراد من النون هو السمكة أو الحوت. ولزيادة المعلومات، النبي يونس ابن متي من نسل النبي يعقوب عليه السلام، وقيل أنه من أولاد بنيامين بن يعقوب شقيق يوسف من أمه، لذلك اعتبروه من بني إسرائيل. ذكر مقام رسالته في القرآن الكريم والمصادر التاريخية، وأيضا ورد ذكر يونس في 5 سور من القرآن الكريم، كما أنه ورد في سورة الأنبياء بلقب ذو النون أي صاحب الحوت. إذن إجابة إن شاء الله نتمنى أن تكون كافية ووافية. شكرا لكريم. 3 مشاركات، رقم 2، رقم 5، رقم 14 تم الإجابة عليهم، ما نختارهم، نختار غير هذه الأرقام. حياكم وبياكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. سلام عليكم سيدنا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سيدنا المشارك. حياك، من وين عفوا؟ حسين من كربلاء. اهلا ابو علي، حياك الله. الله يحفظك، الله يحفظك سيدنا. شلون الاحوال؟ امور طيبه ان شاء الله؟ والله ان شاء الله طيبه بخير، الله يحفظك سيدنا. حسين، اول من بدايه الحلقه تابعت؟ نعم نعم سيدنا، هذه ثالث مشاركه. ثالث مشاركه، لكن حلقه هذا اليوم من اولها بديت انا؟ من اولها، رقم 2، رقم 5، رقم 14. لطيف جدا جدا جدا، تركيز طيب ان شاء الله، اريد هذا التركيز يتواصل بالسؤال وتجاوبنا إجابة صحيحة وتدخل معانا قرعة الأسبوع. حسين، اختار لي رقم لو سمحت. رقم 11 سيدي. رقم 11، جيد. رقم 11 يقول لك يا يا حسين، اسمح لنا يا حسين، صلى الله عليك يا أبو عبد الله. السؤال يقول لك: من الأبيات التي تعود الخطباء أن يختموا مجالسهم بها في رثاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام هذين البيتين، أو هذا البيت: أن يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، من هو الموفق الذي كتب هذه الأبيات المباركة؟ هل هو السيد رضا الهندي الموسوي، أم هو الكوميت بن زيد الأسدي، أم هو الشيخ صالح ابن العرندس؟ عندك التوقيت، ركز على كيفك، لطالما سمعنا خطباءنا إذا ما أكمل ختام المجلس دائما ببيت قريض فصيح، يقرؤون هذا البيت بالتحديد: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر، هل هو السيد رضا الهندي الموسوي، أم هو الكوميت ابن زيد الأسدي، أم هو الشيخ صالح ابن العرندس؟ عندك 30 ثانية حسين.
حسين نركز ونركز ونركز ونعطي إجابة إن شاء الله. على راحتك. نعم سيدي. على راحتك على راحتك. أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحره. أي جمال في هذا البيت. يلا عندك آخر ثلاث ثواني انطيني إجابة. سيد الكميت بن الأسدي. الكميت بن زيد الأسدي. وانتهى التوقيت بالتحديد والإجابة غير دقيقة. سامحنا يا حسين. حسين انطيني اسم اعطيني رقم من 1 إلى 14 لو سمحت. رقم 9. 9. نعم. 9. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يعطيك هدية حسين ولكل المشاهدين الكرام. يقول: طوبى لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة، تحت كل ذنب أستغفر الله. شكرا لك كثير الشكر يا نور عيني، يتقبل أعمالك ويزيد توفيقك دائما وأبدا بإذنه تبارك وتعالى. حسين أيضا نتمنى من جنابك أنه ما تتأثر. زين، حظ أوفر لك بمشاركة أخرى وتكون إجابة إن شاء الله أيضا دقيقة وصحيحة بإذنه تعالى. ننتقل معكم إلى مشاركة أخرى ونستثمر الوقت. سلام عليكم ورحمة الله. من ويانا؟ علي من النجف. أهلا يا علي. السلام عليكم. أهلا، عليك السلام والرحمة والإكرام علي. شلون الأحوال؟ شلونك يا حبيبي؟ إن شاء الله بخير. يعطيك العافية. علي أول مرة أسمع صوتك وياي واسمك من النجف، صح؟ أول مرة؟ نعم أول مرة. أنا الحجية قاعدة يمي فهي قالت لي اشترك. سلامنا 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 الأمنا يعطيها العافية ويسددها ويحفظها ونطلب دعواتها دعواتها الطيبة. يعطيك العافية. سلم عليك حجية. حياك أمي، حياك الله أمي، الله يعطيك العافية. فرحانين اليوم أكثر المشتركين ويانا أول مرة يشاركون ويانا أغلبكم يعني. علي علي رقم 2، رقم 5، رقم 14 تم الإجابة عليهم. إذا كنت متابعا لحلقة هذا اليوم شاركنا، اختار لنا رقم إن شاء الله. اختار لنا رقم. يعني خلي الحجية هي تختار لي. يلا خد تختار أمنا. اختار حجية رقم. الحجية أمن. الحجية أم مهدي. أم مهدي حجيتنا ايش تختاري الرقم؟ يعطيك العافية والسلامة والتوفيق دائما ان شاء الله. هاي يا مهدي. رقم 1. رقم 1 الحجية. يلا نروح الى رقم 1 يا علي. رقم 1 هو في رحاب الإمام الحسين، اللي كلنا نحب الإمام الحسين وبالتالي كل الروايات التي تكون في رحاب الإمام الحسين فيها بشارة. ورد في الأحاديث المباركة. يعني أكو وقت متفاوت يعني يصير بين التلفزيون والاتصال. إي إي بالضبط بالضبط بالضبط. علي ما أريدك التلفزيون يعني مالك علاقة بي نهائيا، أنت وياي من سماعة الهاتف تمام؟ خلي تليفونك على إذانك وسولف وياي. التليفون مالك على التلفزيون مالك علاقة بي. لأن أكو وقت ما بين الكلام. إي ما يخالف. من كلامي إلى أنه يطلع يعني كلامي بالتلفزيون ما بين 10 إلى 15 ثانية وبالتالي راح يأخرنا بالمشاركة. اسمعني من سماعة الهاتف يا علي. ورد في الأحاديث المباركة في فضل زيارة مولانا سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أنه قيل. ماذا قيل؟ لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا إليه وتقطعت أنفاسهم عليه حسرات. هذا الحديث المبارك. من هو الإمام الذي ورد عنه الحديث الشريف؟ هل هو الإمام السجاد أم هو الإمام الباقر أم هو الإمام الصادق؟ ركز على كيفك، عندك دقيقة يا علي، دقيقة كاملة. ركز وانطيني إجابة إذا ما كنت متأكدا من الإجابة. أعيد لك أنا خلال ما تفكر أخذ وياك شوية وأنطي بالسؤال. ورد في الأحاديث المباركة في فضل زيارة مولانا وحبيبنا سيد الشهداء الإمام الحسين أنه قيل لو يعلم الناس
ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لما ماتوا شوقا إليه وتقطعت أنفاسهم عليه حسرات. من هو الإمام الذي ورد عنه الحديث الشريف؟ إمامنا السجاد، لو إمامنا الباقر، لو إمامنا الصادق. خلال 10 ثواني أنطيني إجابة يا علي. والله هي الحجية تقول الصادق. ما أدري. يعني هي تعتبر الجواب. تعتبر إن يعني إجابة نهائية. أمنا هي تاج راسنا. بس سامحنا الإجابة هي غير دقيقة. لكم الخير، لكم التوفيق والتسديد. زين علي أنطيني رقم من 1 إلى 14 أيضا. أعطيني رقم. أعطيك رقم. يعني المتاح يا رقم ويا رقم. أعطيني رقم من 1 إلى 14. أي رقم يعني عادي؟ إيه يلا أعطيني رقم. يعني مثلا يقول 9. 9. يعني 9 قبل شوية اختاره. اختار لي غير رقم 9. سامحني جدا جدا. للأسف للأسف للأسف. علي حظ أوفر إليك وكل التوفيق كل التسديد. أبو حسين أريد أسمع صوتك الطيب في الحلقة المقبلة بإذنه تعالى، وتكون الإجابة دقيقة أكثر. وسلامنا لأمنا تاج راسنا أم مهدي، ولكل أمهاتنا يزيد توفيقكم يحفظكم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نأخذ اتصال آخر من كربلاء. من يونا؟ نور من كربلاء. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياكم الله يا نور. تسمعوني؟ أهلا. نعم نعم. أهلا يا نور. نور لدينا رقم 2 و5 و14 إذا كنتوا جاهزين. فقط ذني تم الإجابة عليهم، نختار غير هذه الأرقام حتى نستفيد من الوقت ونستثمر الوقت. 12. يلا نروح إلى رقم 12 ونركز. تمام يا نور، وإن شاء الله أتمنى التوفيق لكل المشاهدين المتابعين بإذنه تبارك وتعالى. جيد. رقم 12 يقول لكم نور السؤال: كم سنة دامت نيابة الحسين ابن روح النوبختي السفير الثالث للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ احنا 4 سفراء لإمامنا المهدي، مو السفير الثالث هو الحسين ابن روح النوبختي. ايش قد دامت نيابته السفارة؟ دقيقة 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 دقيقة، انطيني مجال لو سمحتي. هل الاختيار 15 سنة ام 21 سنة ام 27 سنة؟ نزل التوقيت 21. اي نعم عرفت. زين مو استعجلتي نور، عندنا مجال دقيقة كاملة. ما أعرف المعلومة من زمان. يلا تعرفيها وجابتش صحيحة. موفق جيد جدا الإنسان عنده معلومة وهي تكون معلومة دقيقة وتكون إجابتها صحيحة. من بداية السؤال أجابت نور. نور اعطيني اسم ثلاثة لو سمحت. نور وعد عبد الكاظم. نور مرة ثانية. وعد نور وعد عبد الكاظم. وعد عبد الكاظم. بس عندي مشاركة عن أم يعني نور سامحين، احنا برنامج مسابقات وبالتالي خاف انه عندنا اتصال اخر. المشاركة هي مقبولة ان شاء الله عند امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. واي سامحون انا ما احب ارد واحد، لكن حتى يستفيد انه مشارك اخر معانا باذنه تبارك وتعالى. نور شكرا كثيرا لكم، دخلتوا لنا قرعة وحلقة هذا اليوم. وإذا كان أكو وقت إن شاء الله أنه في الحلقة المقبلة نسمع مشاركتكم، وعلى عيني وعلى رأسي أنا ما أحب أرد واحد من مشاهدين ومتابعين. خلتكم في بداية الحلقة بمشاركتكم وأسعد أن أستمع إلى كل مشاركاتكم بإذنه تعالى. رقم 12 جيد، نأخذ الإجابة لو سمحتوا. نأخذ إجابة، يبدو أنه زملائي قالوا أنه كان هذا آخر اتصال. أو على كل حال إجابة نور كانت صحيحة، 21 سنة. خلنا نأخذ معلومة كاملة
حول السفير الثالث لإمامنا المهدي الحسين ابن روح النوبختي النائب الثالث من النواب الأربعة للإمام المهدي أرواحنا فداه، والمعتمدين لدى النائب الثاني محمد بن عثمان العمري والمقربين لديه في بغداد. خلينا نأخذ معلومة عامة، عثمان بن سعيد العمري ثم ولده محمد بن عثمان العمري ثم الحسين ابن روح النوبختي ثم علي بن محمد السمري، أربع سفراء. على كل حال كان الحسين ابن روح النوبختي أحد المعتمدين لدى السفير الثاني اللي هو محمد بن عثمان العمري والمقربين لديه في بغداد. جيد، كان محمد بن عثمان السفير الثاني قد مهد من قبل ذلك لنيابته من خلال إرجاع الشيعة إليه، وفي الأيام الأخيرة من عمره أفصح عن تنصيبه بأمر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف نائبا خاصا له، فكانت الشيعة ترجع إليه كما كانت ترجع إلى من سبقه من النواب الخاصين، وقد استغرقت نيابته 21 سنة. كانت إجابة نور صحيحة موفقة، 21 سنة، بدأها سنة 305 هجرية إلى أن توفي سنة 326 هجرية. ويعد النوبختي من أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وروي أن أبا جعفر العمري النائب الثاني لما اشتد حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة منهم أبو علي بن همام وأبو عبد الله محمد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني وأبو سهل إسماعيل ابن علي النوبختي وأبو عبد الله ابن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابر، فدخلوا على أبي جعفر فقالوا له إن حدث أمر فمن يكون مكانك؟ فقال لهم هذا أبو القاسم الحسين ابن روح ابن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر أرواحنا فداه والوكيل والثقة الأمين، فارجعوا إليه في أموركم وعولوا إليه في مهماتكم، فبذلك أمرت وقد بلغت. كانت هذه إجابة يعني وافية كافية لرقم 12 اللي جاوبت عليه نور. على كل حال رقم 2 5 12 14 تم الإجابة عليهم. راح نخرج إلى هذا الفاصل، ومن بعد الفاصل نكون في خدمتكم بإطلاعكم على القرعة ومن هو الفائز في حلقة هذا اليوم. ابقوا ويانا بعد هذا الفاصل. حياكم الله وبياكم، نستفيد ونستثمر آخر دقيقة ويانا في حلقة هذا اليوم ونجري القرعة معا. وتعودنا زميلنا ياسر ينطينا صلوات مباركات على محمد وآل محمد، وآخر الصلوات نسحب نسحب نسحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا سحبنا، وبالتالي خلينا نعرف من هو الفائز في حلقة هذا اليوم من البرنامج اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أنا ما أرد أباوع. يلا تنفتح يابا، يلا يلا. منو الفائز جانا؟ سبحان الله سبحان الله. آخر اتصال كان نور وعد عبد الكاظم هي الفائزة في حلقة هذا اليوم. مبارك عليكم نور. نور وعد عبد الكاظم من كربلاء المقدسة هي الفائزة معانا. نور تشرفون. اللهم صل على محمد. عمي مهندس الصوت اليوم الصلوات اللي انطاها تبشر بخير. نور تفضلون إن شاء الله إلى مقر مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية شارع قبلة الإمام الحسين خلف مرقد أبو الفهد الحلي لاستلام جائزتكم. شكر كثير لكل من تابع وشارك في حلقة هذا اليوم. الملتقى يتجدد معكم في الأسبوع المقبل في نفس الزمان والمكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.